بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقول لكم اسعار مضارب البيت. عندي كده العرض من اول هنا كده لحد الاخر، دي كلها مضارب بيت فرديه. عندي ماركات زي براون، وعندي بوش وكنود ومونيليكس وتورنيدو، وفي ميانتا وفي سوناي. ناخدها كده من اول هنا لحد الاخر، وكل حاجه مكتوب تحتها السعر. يعني ده اول واحد، ده مضرب بيت براون اللي هو ضمان 3 سنين، بيجي معاه الهاند بلندر اللي هو الابيض اللي جنبه ده. ده بيبقى 500 واط زائد هاند بلندر ب 2500. الموديل بتاعه يا جماعه 3105، تمام. في برضو براون تاني اللي جنبه اللي هو ده بيبقى 450 واط ب 1900. في اللي جنبه البوش اللي هو 450 واط ابيض ب 1500. في الكنود اللي هو 250 واط اللي هو اللون الابيض ده بكام؟ ب 1300. في الكنود بقى اللي انا برشحه بشده يعني اللي هو السيلفر ده، اللي هو الموديل بتاع 30 اي او، اللي هو 450 واط ب 1550، يعتبر ده افضلهم يعني. طيب اللي هو ده. في عندي المونيليكس 425 واط ب 1550 بالشكل بتاعهم. في تورنيدو اللي هو موديل 400 اس 400 واط ب 2310 ده الشكل بتاعه. في تورنيدو 500 تي 500 واط ب 2100. بصوا يا جماعه، الموديل اللي قبليه ده اللي هو التورنيدو اللي هو موديل 400 اس ده بيجي معاه هاند بلندر ليه فتحه كده من تحت، اللي هو عشان كده سعره غالي ب 2310. احنا قلنا تورنيدو ده اللي جنبه، الشكل اللي جنبه ده اللي هو 500 تي اللي هو 500 واط ب 2100. في تورنيدو شكل اخر اللي هو 400 واط ب 2515. انا بقول لكم معلش الاسعار سريعه كده عشان تعرفوا الاسعار، بس هو الفيديو ده غرضه الاسعار، توضيح الاسعار بتاريخ النهارده. في عندي مضرب بيت تورنيدو اللي هو 300 واط ب 1300. في عندي ميانتا اللي هو الاسود ده الشكل الاسود بتاعه زي ما انتم شايفين، ده 300 واط اسود ب 850. التاتش اللي جنبه ده مش موجود عشان كده مش عليه سعر. عندي بقى في الصناي، ده الصناي يا جماعه اسود 300 واط ب 790 ده الشكل بتاعه. عندي في ميانتا 200 واط ب 550، وعندي برضو اللون الابيض بتاعه ب 520، يعني الاسود اغلى 30 جنيه. المونيليكس الاخير ده مش موجود. في بقى التورنيدو اللي هو الاستانلس في بلاستيك اللي هو موديل 300 واط 1650. في موديلات تانية بس مش متاحة حاليا. يبقى احنا كده قلنا اسعار مضارب البيض، اهي دي كلها مضارب البيض اللي قلنا اسعارها. ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم اسعار حاجة جديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.